قالوا لي نص ساعة ونرجعهم، انطينا جناسيهم حجية. والله يا ابني والله ولدي أبرياء ومظلومين، والله صار لهم 11 سنة بالسجن وهم أبرياء ومظلومين. يا عيني يا ابني، واكو أوراق تثبت هذه على أقوال مخبر سري، يحكمون ولدي أعدام، يحكموهم أعدام على أقوال مخبر سري. والله يا ابني اعتقلوهم الولدي ودوهم المطار المثنى 3 أشهر يدقون عليهم أنواع التعذيب. رئيس الوزراء الأب الحنون، يريدون يدي من الله ومنك، يريدون يدي من الله ومنكم، وليدي مظلوم قلب عنده وغده ومشتوم وقته، وصار 6 سنين سنة كاملة أنا ما خلصت عليه مكان، أنتم علي ما خلصت سلام علي وتبعت الدنيا وحتى المراجل علي بعده. ملف المعتقلين والسجون العراقية من أعقد الملفات على الساحة، وهو يؤرق كل عراقي وكل إنسان بريء في داخل العراق. 250 ألف إلى 300 ألف دولار ثمن إطلاق سراح أي شخص معتقل في داخل العراق. ملف الطعام للمساجين أو المعتقلين من أعقد الملفات في داخل العراق تصل إلى 300 مليار دينار عراقي، بينما ما يصرف أقل بكثير من هذا المبلغ، وتذهب تلك الأموال إلى الميليشيات الولائية أو الأحزاب المرتبطة بإيران. حسب الإحصاءات الرسمية هناك 35 ألف معتقل. مصادرنا تؤكد وجود أكثر من 70 ألف معتقل. بعدما فشلت السلطة والأحزاب والميليشيات في قمع ثورة تشرين، التجأوا إلى استخدام القانون المغالط وليس القانون الصحيح لقمعهم وتكميم أفواههم. فمثلا بدأوا باستخدام قانون 4 إرهاب لاعتقال ومحاكمة المحتجين الغاضبين. من الممكن أن تسجن وتحاكم لأنك حرقت أطار في الشارع، وإذا حملت صواريخا وأنت تنتمي لإحدى الأحزاب فلا خوف عليك.